تعيش بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي على وقع العمليات الأمنية من مداهمات وتوقيفات في إطار التحقيق في الهجمات الإرهابية الأخيرة. وبينما سيبقى المطار الدولي ببروكسل مغلقاً إلى غاية يوم الثلاثاء، أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية أن أحد المشتبه بهم الذي اعتقلته السلطات الخميس يدعى فيصل شيفو قد يكون الرجل الثالث المشارك في تفجير مطار بروكسل. وفي إطار عمليات التحقيق، كانت قوات الأمن البلجيكية قد أوقفت في سكاربيك شخصاً يدعى عبد الرحمن عمرود في الأربعينيات من العمر. سبق له وأن أدين بسبع سنوات سجناً في قضية تتعلق بتوظيف جهاديين للتنقل إلى أفغانستان وباكستان. الهجمات الإرهابية التي استهدفت بروكسل أوقعت 31 قتيلاً وعشرات الجرحى.